في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة ادي كتاب العربي وادي كتاب الانجليزي وادي كتاب العلوم وادي كتاب الحساب يلا يا أستاذ فارس تعال لي شنطة المدرسة حبيبي يلا وبعدين معاك يا فارس يلا يا ولد فارس فارس Thank you.
بس بقول لك حرام عليك تعبت. ده. انت مين؟ انت مين انت؟ انت حرامي؟ لا لا حرامي ايه، انا مش حرامي. انت مين انت؟ بتعملي ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه؟ فاهمني انا بستحمى. بتي يا اخويا؟ ايه بس انت ما قلت لي بره؟ تعالي لي بره. ايه ده؟ انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت من شباك المطبخ. بس والله العظيم انا مش حرامي، انا الحكايه كلها ان انا ما عنديش سخان فوق. فوق ما فيش غير اوضه واحده كانت بتاعت عم سناوي ومشي من زمان. انت بقى تبقى مين؟ ابن اخو عم سناوي واسمي عبد الله، وانا طالب في كليه فنون تطبيقيه. طالب في كليه فنون تطبيقيه وحرامي تاني برضو؟ والله العظيم انا مش حرامي. وبعدين يعني اسال حضرتك على حاجه كده عاديه، يعني في حرامي هيخش بيوت الناس عشان يستحمى؟ حضرتك انا بقالي 5 سنين ساكن هنا، واسالي اي حد من الجيران هيقول لك. حاجه كمان بقى، حاجة يعني بصي معايا على الشقه كده، يعني هل دي شقه يتسرق منها حاجه؟ بالعكس، الثلاجه انا ماليها اكل. والثلاجه كمان؟ لا، والبوتاجاز، يعني السخان والثلاجه والبوتاجاز، بس استعمال خفيف. حضرتك يعني انا بقالي 5 سنين هنا وشفتش حد دخل الشقة دي، وبعدين سألت كمان قالوا لي ان صاحبة الشقة عزلت وما بتجيش. وحضرتك صاحبة الشقة ولا ايه؟ ولا يعني حضرتك عايزة مية سخنة زي؟ انا اسف، انا اسف على كل حاجة. السلام عليكم. استنى، خد الاكل في التلاجة معاك. لا ملوش لزوم، يمكن حضرتك تجوعي ولا حاجه وتاكلي يعني الاكل. انا عامل شويه ملوخيه تحفه، وحضرتك يعني لو عايزه تاكليها ابقي اغليها كويس عشان بقى لها 3 ايام في التلاجة. انا اسف مره تانية يعني، لازم حضرتك. بقولك ايه، هو انت كنت بتنزل هنا كتير؟ اقصد يعني لما كنت بتيجي الشقه كنت بتشوف حد او حد بيشوفك؟ والله هو في الاول يعني كانت ام علي بتشوف يعني نور المطبخ من الشباك بتاع المنور بتاعها، بس بعد كده انا بقيت بعمل الحكايه دي قبل الفجر عشان ام علي بتبقى نايمه. يعني مش هو حضرتك في حاجة؟ لا مفيش. طب حضرتك أنا عايزة مني حاجة، أعمل لك حاجة؟ كتر خيرك. طيب أنا فوق، حضرتك لو عوزتي أي حاجة افتحي شباك المطبخ وعبد الله هتلاقيني موجود على طول. السلام عليكم.
نادر بيه، نادر بيه، صباح الفل يا باشا. محمد بيه، صباح الخير. طلع ايه اللي معاك بقى؟ دي تقارير يا باشا، جنائي وشرعي. ايه زي ما اتفقنا تقريبا، الجريمه تمت في الشاليه يوم الوقفه. امال ايه جاب دماغ الواد القاهره؟ والله انا لما فكرت في الموضوع ده لقيت انه ملوش غير معنى واحد، اللي عمل كده كان قاصد يوجه دماغ فارس للمكان المتوقع فيه وجود مشيره. يعني عايز اوصل لها رساله. ده اللي خلاني احس ان انتوا امن مشيره مش من فارس. زي ما توقعت، الواد بيضرب كوك، عايزك تقلب الدنيا وتعرف الواد ده بيقضي منين. تمام يا باشا. ايه ده؟ يعني ايه كل البصمات اللي على البلطه اتمسحت؟ مفيش غير بصمه واحده بس لفارس؟ ايه؟ مفيش ولا بصمه غريبه؟ حضرتك لو كملت قرايه هتلاقي الدم اللي في الشاليه لفارس ورماس بس، وكأني ما كانش في حد معاهم في الشاليه. مش بالضروره يعني كل اللي معاهم ده اتصاب. مش دي المشكله. المشكله في البصمات. انا كان نفسي نلاقي بصمه هنا ولا هنا. ريماس خرجت من المستشفى؟ نعم يا نوراي. حاضر يا قلبي. عمر فين بابا؟ بابا عند الدكتور، احتمال يكتب لك على خروج النهارده. نامي ما سبتك يا روحي، وعمري ما اسيبك. حبيت أمي. انا بحبك يا شلون. مش هسيبك، كل يوم ولا اتنين وتروحي معايا ونرجع زي الاول واحسن. صباحك نادى يا باشمهندس. صباح الفل يا عم ابراهيم. بقولك يا عبد الله، عايزينك النهارده، ما تبعتش. فين وامتى؟ من القلعه للمهندسين الدهريه. فاضي؟ عندي محاضره هخلصها بقى هنا قبل الظهر ان شاء الله. معلش بقى، المشوار تقيل زي صاحبه. الرزق ما يخلوش. لا يا عم ابراهيم، وبعدين كله بتمنه. انا قلت مفيش الا عبد الله هو اللي يخلص المشوار من غير هرج. صباح الفل يا عم ابراهيم. صباح الفل يا باشا. معقوله تمتك دي؟ خليكي بعيد انت زي كل مره. خليه يحوجه. يحوجه؟ حاج ثلاث اكياس بجنيه وحوجه. مش طالع؟ عايزين عيش. هات لنا معاك 10 رغيف وانت جاي. ماشي، اتفضل اطلعي. اطلعي انت بقى. ايه يا جميله؟ فين الفول والعيش؟ عبد الله جايبه وجاي. وعبد الله يجيبه ليه؟ ايه مفيش راجل في البيت ده؟ هو كان حد قال لي عني وكان قلت لا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عشان سخنة. بقول لك ايه؟ ايه؟ الست صاحبة الشقة اللي فوق ده تبقى اطلعي بصي عليها. ست مشيرة فوق؟ تمام. اديها ده بقى، ها؟ اعملي لها طبق بقى فول وفطار وكده روقيها. حاضر عينيا. هنا والشفا. يا أم علي. ايه يا بيه؟ ست مشيرة جت فوق. فوق فين؟ هتكون فوق فين؟ في شقتها. عبد الله لسه قايل وامي بتشق عليها يا ام علي. غريبه دي، ما عملتهاش من سنين. يا وليه روحي لها، روحي لها، يمكن يردنا من حب جانب، ما هو من جو السعيد يسعد. انت ايه اللي جابها في الظروف الصعبه اللي هي فيها دي؟ طب نكمل كلامنا بعدين، مع السلامه. ما رجعتش؟ ما بتردش، حتى كمان بطلت تكنسل عليا. انا قلقانه قوي لا يكون جرى لها حاجه. طيب سالتي وفاء؟ ما يمكن تكون راحت لها. ما راحتش ولا راحت كمان لمامة امجد. ما تكونش سافرت سفريه شغل، تبيع حاجه، تستلم حاجه. ما شوف كده يا خليل، انت المفروض اضرب المواضيع دي. لو في سفر انا اللي بسافر. انا ازاي ما جاش في بالي انها ممكن تكون سافرت؟ طب استني استني استني، هارون فين؟
اجي معاكي. طيب اجي معاكي. لا 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 خليك، اكيد المصنع فيه شغل كتير، انا هتصرف. طب والنبي زيزي عندها حق، المفروض فعلا ان شغل المصنع ما يقفش في غياب مشير، المفروض ان احنا نمشي الشغل زي ما يكون موجودة بالظبط. احنا امال مش اختي ولازم اصوم مالها في غيابها؟ اه طبعا طبعا. على مهلك ياض. يا اهلا يا اهلا يا اختي، البيت نور بيكي. يا اهلا يا اهلا. كده برضو كده برضو تعدي على الشقه وما يهونش عليكي تخبطي عليا. معلش اصل انا جيت متاخره قوي. ولا يهمك يا اختي، المهم انك بخير. الحمد لله. ايه الزوم بس التعب ده؟ ولا تعب ولا حاجه، دي حاجه بسيطه مدام. جيش من بعد خيرك يا اختي، والله لو اعرف انك جايه كنت دبحت لك ذبيحه. انزلي يا بنت هاتي الجردل والخيشه يلا. لا 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 ملوش لزوم يا سعديه، انا خلاص ماشيه. والله ما تقعدي فيها دقيقه وهي متعفره، ده بصي العنكبوت فيها قد ايه. ما خلاص قالت لك ماشيه. تلمي يا بنتي يلا انزلي انزلي. اختي عندي بنت على قد ما هي حلوه وجميله كده بس لسانها طولها غلبانه والنبي. ربنا يخليها لك. شفتي علي اخره صبري. ربنا يخلي يا رب. امال فين زيزي، هي ما جاتش معاكي ولا ايه؟ لا ما جاتش. دي تلقاها عروسه دلوقتي، بقالي كتير ما شفتهاش. ما تبعتي تجيبيها اهي تقعد معانا. ازيك يا علي؟ ايوه فين؟ لا لسه ما لقيتهاش بس هلاقيها، ما تقلقيش اول ما هلاقيها هكلمك. يا وفاء قلت لك ما تقلقيش اول ما هلاقيها هكلمك. سلام. في ظل الظروف العصيبة اللي بيمر بيها المصنع ونظرا لغياب مشيرة هانم اختنا، انا جمعتكم النهارده لاجل ما اقول لكم كلمتين تحطوهم حلقة في ودانكم. مشيرة هانم اختي ما غابتش، لا طول ما انا موجود وطول ما انتم رجالة ايد واحدة شايلين حمل المصنع فوق كتافكم وصاينينه، مش كده ولا ايه يا رجاله؟ خلص الكلام، كل واحد على شغله. اتفضلوا متشكرين. امجد يا ابني هات عمك خليل في ايدك وتعالوا لي المكتب، عاوزكم شويه. بصراحة ربنا أرى طريقة الشغل في المصنع هنا مش لدة عليا بالمرة. لدة؟ إزاي يعني؟ مش فاهم. أو عندك يا سي خليل أمجد ده أكتر واحد خيب ظني هنا في المصنع. ليه؟ أنا كنت منتظر منه كشاب يعني إنه يكون عنده أفكار نيرة تدفع بالعمل للأمام جوه المصنع. في مكتب مدير في الدنيا ما فيهوش كمبيوتر؟ ده أنا عندي حتة محل صغير بقالة في البلد ثلاثة بالله العظيم في كمبيوتر، سكرتيرة، مكتب مدير في الدنيا ما فيهوش سكرتيرة. بس أنا سخن. أنا عايز أطمنك يا رشاد بيه، كل حاجة هتبقى موجودة إن شاء الله. بس هو أمجد بس يطلع لنا أمر إشارة بالكمبيوتر. هو حضرتك بتعرف تشتغل عليه؟ يا سيدي ما فيش حد كبير على العلاية. طب ده انا عندي حنان بنتي عقبال ما تشوف كده. لا نوبي ثلاثة بالله العظيم ما بتقوم من على الكمبيوتر، بنقومها بالعافيه وبتقعد شغاله بقى على البرنامج بتاع الكراش ده. وصلت لليفل يعني وبعدين ديتها مره ولا اتنين ولا ثلاثه وابقى ولا زويل. ابن حلال، على سيره حنان، اني هجيب حنان هي السكرتيره. ايوه بدل ما انزل اعلان واكلف المصنع فلوس وانا جاي اصون مال اختي ولا بعطره يمين ولا شمال. هي حنان البركه. وده كنا ناقصينه ده كمان. ما تقلقش انا هحلها. لا ازاي بس، شكله جاي وكابس على نفسنا انا واجيب العيله كلها معاه. هنعمل ايه يا مدير؟ كل حاجه هتمشي زي ما هي ان شاء الله، واللي مش هيمشي هنأجله شويه.
باشا الله الشغل هيكون جاهز ان شاء الله. ما انت شايف الظروف اللي احنا فيها. الصبر، الصبر مفتاح الفرج. لا انا عندي كلمتي، هو انا عمري خيبت معاك؟ من عينيا يا عمي، من عينيا. بسلامة الله، بسلامة الله يا سيدي. انا مش فاهمه بس ايه لازمه كل التعب اللي انت بتعمليه ده. انا كنت ماشيه النهارده. اختي فين التعب؟ وبعدين ما هو فرصه قبل ما تمشي نقفل لك الشقه بدل ما هي مهجوره كده. ولو اني لقيت الحمام والمطبخ مضاف بينمع. هو انتوا عرفتوا منين ان انا هنا؟ عبد الله قال لنا. اسم النبي حارسه، واد ساكن هنا في كليه الهندسه، هيتخرج يبقى مهندس قد الدنيا. هو عبد الله ده بقاله قد ايه عايش هنا؟ من ساعه ما دخل الجامعه. واضح ان انتوا بتعزوه قوي. ده عنده كنتوبه وخلينا نلعب عليه صبواي. انت كنت فين ياض؟ بلعب. شوفي على قد عالمه ده كله، لكن واد مجدع. بيشتغل اي شغلانه في سبيل يبقى في ايده كده قرش علامه وما يحتاجش لحد. يا بخت اللي هتبقى من نصيبه. جبتها منين دي ياض؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تقلبش بحاجه الناس؟ حسك عينك تمد ايدك على حاجه. ياه ايه الصوت العالي ده؟ يقولوا علينا ايه جيران؟ امي فز شيل. ناولين كوبايه ميه ريق ناشف. يا دي الميداليات اللي طلعنا فيها جديد، مش نشوف مذاكرتنا احسن؟ امسكي. لقيت احمر؟ ما لقيتش الا دول. يوه، ما احنا عندنا الالوان دي. انا قلت لك عايز احمر. احمر قول لهم مفيش غير ده. تقول لمين يا واد؟ اللي بيشتروا من هالميداليات. يا نهار ابوك يا اسد ونيل، انت بتبيعيهم؟ لا لا والله يا ماما، ده انا بديهم لاصحابي هديه والله. والهديه برضه حد بشتريها يرحمك؟ عاجبك كده؟ وايه يعني يا ماما؟ انا حتى زيزي كسبت 9 جنيه وانا اصحابي طلبوا مني وهكسب زيها. ده تخلص خالص. انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا عمري قصرت معاكم في حاجه؟ طلبتوا مني حاجه وجبتها لكوش؟ ده هتفحى الكوده بشتغل في زبال عشان ترتين تذاكروا وتنجحوا بس. ماما احنا مش بنشتغل فيهم غير لما بنذاكر، صح يا زيزي؟ والله العظيم يا ماما. بعدين بلا ماما بلا زفت. هات اللي في ايديك ده يا ماما. اخلصي على الاوضه، على الاوضه. ما جراش حاجه، ما جراش حاجه. حصل خير. حصل خير، حصل خير. أنا آسفة. مشيرة، حضرتك عايزة مني حاجة؟ لا أنا كنت بس طالعة أشم هوا. بقولك إيه، هو أنت بتفهم في اللابتوب والنت والحاجات دي؟ يعني على قدي، أموريني. أنا كنت عايزة أخش على الفيسبوك. تمام، بس يعني خلاص خلاص، لو مش عايز مفيش مشكلة. لا 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 لا، مش الفكرة، أنا بس عندي طلعة بالتاكسي وتأخرت على الناس، فلو الموضوع ده ممكن يستنى شوية أنا تحت أمر حضرتك. طبعا انا ممكن استناك. هما ساعتين زمن بالظبط، اول ما هيك تشربي قهوه ولا حاجه هتلاقيني قدامك. طيب انا هستناك تحت. متشكره قوي. على ايه؟ تحت امرك.
لو سمحتي افندم. اروح اوضه 24 منين؟ من هنا. بس حضرتك عايزه الست اللي جوزها اتقتل من كام يوم؟ ده لسه نازله حالا مع اهلها، حضرتك ممكن تلحقيها على السن. شكرا. عفوا. الو. ايوه فين؟ اديني عنوان بيت اهل رماس بسرعه. اهلا يا عبد الله، تعالى ادخل ادخل ادخل. تعالى تعالى. يا رب ما يكونش قهوه في فنجان يعني. ده الثالث. اعمل لك قهوه؟ لا مش عايزه اتعب حضرتك. طيب حضرتك اللي انا فاهمه بقى ان حضرتك عايزه تعملي لنفسك حساب على الفيسبوك. لا انا عايزه ادخل على حساب ده ابني. طب خلي بال حضرتك بقى عشان لو دخلتي على الرسائل ولا اي حاجه من الحاجات دي هيعرف. طيب حضرتك تعرفي الباسورد؟ لا. ازاي؟ ما هيك لازم تعرفي الباسورد عشان نعرف ندخل على الحساب. هو انتوا مش بتعملوا برامج كده وشفرات تخشوا بيها على الحاجات دي؟ لا الحاجات دي بره بقى في افلام في امريكا والحاجات دي، انما احنا ما عندناش الحاجات دي. طيب هو في محاولة يعني يا صابت؟ يا صابت إن شاء الله. مفيش نت هنا طبعاً. لا. هناخد نت من على الموبايل. ثانية واحدة. وعامة لو فتح الميل هنعرف إن شاء الله ندخل على الفيسبوك بتاعه. أيوه. حضرتك مامة فارس اللي أنا آسف بيا في حياتك. هي فين الرسائل؟ الرسائل هنا. حضرتك هتيجي هنا؟ لا وريني بس مكانها وافتحها ازاي وأنا هتصرف. اتفضلي. هتيجي هنا حضرتك وبعدين تدوسي على الحتة الشمال دي. كتر خيرك. تشكري يا عبد الله. طيب هستأذن انا بقى. تعالي يا حبيبتي تعالي. الف حمد لله على سلامتك يا روح قلبي. ادخلي يا حبيبتي قولي بسم الله. يلا. تحبي بقى تاخدي شاور دافي ولا تنمي لك شويه؟ شاور ايه يو؟ لازم نتغدى الاول. طب يلا اطلب لنا حاجة. ده انا طلبت فعلا وزمانه على وصول. ايوه. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. واضح ان حضرتك مش فاكرني. لا بالعكس انا فاكرك كويس قوي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا فندم. اتفضل حضرتك. ازيك يا مدام؟ اهلا وسهلا. ازيك يا رماس؟ طب انا استاذنكم بس كنت عايز اتكلم مع الواحد انا. قوي قوي قوي. اتفضل. اتفضلي وصلي. شكرا. تعالي. تعالي ما تخافيش. تعالي. تعالي. استريحي يا حبيبتي. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. اتفضلي يا مدام. الراحة عليها شوية، دي لسه خارجة من المستشفى. ما تقلقيش يا فندم، أنا مش هطول عليها خالص. تعالي. ايه بقى يا مدام؟ مش ناوية تحكي لي الموضوع حصل ازاي؟ شوفي انا
يعني انا طبعا فاهم ومقدر ان اعصابك تعبانه من الجريمه البشعه اللي انت شفتيها قصاد عينيكي. هو انت مش شفتي كل حاجه برضو؟ بصي هو مش معنى كده انت مش عارفه تتكلمي. انا عارف انك سامعاني كويس عشان كده لازم تساعديني عشان اللي عمل كده مع فارس الله يرحمه ما يكررهاش معاكي ولا هو ملوش مصلحه. لا ما هو انتي لازم تجاوبيني ده لو يهمك تعرفي مين عمل فيكي كده انتي وفارس الله يرحمه. كان في مشاكل بين فارس وبين اي حد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب سمعتي ايه؟ شفتي حاجة؟ ايه اللي حصل؟ طيب بلاش تتكلمي خالص. انا هسألك وانت تهز راسك بقى او لا. حد زاركوا ليلتها؟ يا مدام انا جاي اساعدك عشان كده لازم تساعديني. ما اعرفش حاجه. كفايه بقى حرم عليك. كفايه سيبوني في حالي. ما اعرفش حاجه. كفايه بنتي حرام عليكوا. كفايه بقى. البنت ما بتلحقش تاخد نفسها. اكيد انت مقدر ظروفها وظروف والدتها وشايف الحاله اللي احنا فيها. طبعا يا فندم. وصدقني اول ما اعرف اي حاجه هبلغك على طول. ماشي. الحقوني حد يطلب الاسعاف. الحقوني لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا بنتي عملت نفسك كده ليه؟ حرام عليك عملت كده ليه؟ ليه يا بنتي كده؟ معاك مقدم نادر الدوني. أنا عايز إسعاف حالاً على العنوان ده. حاسب ده بيت استاذة رماس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لسه عامل اسعاف عليها دلوقتي حالا. شايلها على فين؟ مستشفى ايه؟ والله ما عنديش خبر. قد نغلط والخوف يملكنا
حياتنا تقريبا محسومة، دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة، بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة.